السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة مطبخ داري نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير نتمنى كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقة ناجحة جدا باش تحضروا براونيز منزلي كيجي معلك خفيف وهشيش وفي نفس الوقت بنين سهل في التحضير مكونات ديالو بسيطة واهم حاجة انها غادي ينجح في المية من اول تجربة نتمنى فعلا انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم فتفرجوا في الفيديو باش هكا تشوفوا جميع راحيل ايضا جميع النصائح باش يجيكم معلك الا عجبتكم الوصفه ما تنسوش انكم تابونوا في لاشين باش توصلوا جديد الوصفات كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم فبقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه فعلى بركه الله غادي نحتاج بالنسبه للمكونات عندي كاس ديال السكر سنيده جوج ديال البيضات معلقه كبيره مملوءه جيدا ديال الكاكاو المر 125 غرام ديال الزبده تقريبا جوج ديال المعلق كبارين كيس ديال سكر فانيلا كيس ديال خميره الحلويات ما يعادل سبعة او 8 غرام جوج ديال كيسان الا ربع ديال الطحين قبصه صغيره ديال الملحه و26 قطعه ديال الشكلاط المربع يعني الشكلاط العادي الا كان كيتوفر عندكم الشكلاط المر او اللي فيه نسبة ديال الكاكاو عالية يكون افضل كيجي كي فيه المذاق زوين وحسن هنا غادي نجيب واحد الكاسرونه غادي نوضع فيها شوية ديال الماء غادي ندير فوق منها هكا اما كاسرونه صغيرة او لا شي بول ديال الجزاج غادي ندير الشكلاط مع الزبدة وغادي نردهم يدوبو في اناء واحد اخر غادي نجيب قبصة ديال الملحة او لا رشة صغيرة ديال الملحة جوج ديال البيضات والبيض هنا عندي بحرارة الغرفة والحجم ديالو متوسط غادي نزيد كيس ديال سكر فانيلا ممكن انكم تعودوها بالفانيلا السائله غادي نخلط مزيان مع كاس ديال السكر سنيده ودائما العبار بكاس شاي المغربي او كاس العنبه القياس ديالو 160 ملل غادي نخلط البيض مع السكر مع السكر فاني حتى خليط متجانس غادي نجيب واحد الشبكه غادي نغربل فيها الكاكاو يعني كنغربلو دائما اي حاجه ناشفه باش ما كيكونش عندنا تكتلات في الخليط هنا كما قلت لكم عندي معلقه كبيره مملوءه جيدا ديال الكاكاو المر غادي نزيد واحد خمرة حمراء ما يعادل معلقة صغيرة معلقة صغيرة أي ما يعادل سبعة أو ثمانية غرام هنا غادي نزيد الكاس الاول ديال الطحين بالنسبه للكؤوس كما لاحظتيو معايا فالكؤوس كاس الا ربع ديال الطحين غادي نخلط مزيان حتى كيرجع لي خليط متجانس عاد غادي نزيد الكاس الثاني وهنايا بين ما ذاب لي الشكلاط غادي ندوز باش نقطع المكسرات بالنسبه للمكسرات ديروا المكسرات اللي كيتوفروا عندكم انا هنايا درت شويه ديال الكوز شوية ديال الشكلاط مقطع أيضا شويه ديال كاوكاو مهرمش اولا لا كاوكاو كونكاستي كما قلت لكم نتوما ديروا اي مكسرات كان كيتوفروا عندكم وبالكميه اللي بغيتيو هنايا بين ما الشكلاط كما كي لاحظتوا كيفاش كيرجع كنحركو مزيان حتى كيرجع لي خليط متجانس وكنحس بالزبده والشكلاط دابو مزيان ونسجمو وفي نفس الوقت ضروري خصو يبرد مزيان باش هكا ما يطيب البيض يعني اه ما تكبوه فوق الخليط تديروا الاصبع ديالكم فوسطو ما تحملوا داك درجه الحراره يعني يكون دافي واحد شويه فهاد الاثناء راني رديت الفران كيسخن على درجه حراره 180 هنايا بين ما برد لي الشكلاط كما لاحظتيو معايا غادي نوضعو فوق الخليط ديال البيض مع الطحين مع السكر وغادي نخلط حتى كيرجع لي خليط متجانس نتوما باش ينجح معكم مزيان ضروري انكم تتبعوا جميع المراحل بالمقادير مضبوطه وكما لاحظتوا معايا فعطيتكم المقادير بالكاس وبالمعلقه باش هكا ينجح معكم من أول تجربه يعني ماشي بالضروره ان الناس اللي عندهم الميزان هما اللي يجربوه فاي واحد ممكن يجربه كلنا عندنا الكيسان والمعلقه في الدار هنايا غادي نبدا نزيد المكسرات وكما قلت لكم المكسرات ديروا على حسب الرغبه ديالكم غادي نخلطو مزيان المكسرات مع الخليط يرجع لنا خليط متجانس وغادي نخلي شوية من داك المكسرات باش نزين بهم من الفوق غادي نجيب مول وديرو اي مول كان كيتوفر عندكم غادي ندير في الكاغيط ديال الزبدة او بابي كويسون انتو ما ممكن انا كم تدهنوه بالزبدة او ترشوه بالدقيق على حسب الرغبة ديالكم غادي نخوي داك الخليط كامل في المول انا هنا درت مول ديال الزاج ومستطيل كنحاول انني نوزعه مزيان حتى كترجع لنا طبقه متساويه وما كتكونش بلاصه هابطه وبلاصه طالعه باش هكا البراونيز ديالنا كيجينا مقاد وفي حجم واحد هنايا غادي نجيب داك شويه ديال المكسرات اللي خليت في الاول وغادي نجيب شويه ديال الشكلاط اللي قطعنا وشويه ديال الحبيبات ديال الشكلاط يعني دائما التزيين كيبقى على حساب داكشي اللي متوفر عندكم والكميه ايضا على حسب الرغبه ديالكم غادي ندخل البراونيز ديالي يطيب على درجة حرارة 180 لمدة ديال 35 تال 40 دقيقة هنايا كما لاحظتي معايا من بعد ما خرجت البراونيز ديالي من الفران غادي نخليه تيبرد تماما عاد غادي نقطعوه باش هكا ما يضيع لكم الشكل ديالو وما يتفرتتش حيت كيجي هشيش وفي نفس الوقت كيجي كي معلك بزاف فمن الافضل انكم تخليوه تي يعني تيشد راسو مزيان عاد قطعوه ما تحتاجوش انكم ديروه في الثلاجه فقط غير يبرد مزيان هنا غادي نحيد له ديال الفران وغادي نقطعو كيجي كي بكميه كثيره وقطعوه في الحجم اللي بغيتي انا هنا غادي نقطعو مربعات يكونوا متوسطين اوكي ما لاحظتيه معايا فملتقطعه ديالو راه كيبان هشيش هنايا من بعد ما قطعت البراونيز ديالي كاملين درتهم في الطبق ديال التقديم اوكي ما معيا معايا كيفاش كيجي كي كيجي جد راقي في نفس الوقت بنين وبكمية كتيرة وأهم حاجة أنها ما كياخدش نهائيا الوقت في التحضير ديالو وكيوجد بسرعة نتمنى فعلا أنكم تجربوه حيث كي التجربة تجربة ما تنسوش أنكم تأبنوا في لاشين باش بجديد الوصفات كذلك ما تنسوش أنكم دعموني بلايك ديالكم وتبرتاجوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء ديالكم نهاية الوصفة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته